كنكبر بك من الاول كنكبر حتى تدي لي كتقول لهم ما كنعرفوش. شوف نخرجوا نمشيو للكواليس وانا وياك نتذاكروا انا وياك بينات يا ولاد البلاد. يلا عشيه خلي تنسالو. شوف 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 يا مستر حكيم انا راكور مسطي ماشي. شوف ما كندوش عم تناقشوا انا وياك بيناتنا ماشي قدامنا. يلا يلا اجي عشيه صاحبي. اجي عشيه اجي عشيه. شوف صاحبي وما تشدش صاحبي اجي راه اريح ما تهضر معايا وصافي غندوي 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 انا وياك. اش نقول غندوي انا وياك البلاد بيناتنا وعند بيناتنا ولي ما نضحكش من الناس اصاحبي. الناس ما تضحكش فينا يا بطل. انا وياك نتاكو فهمت. انا كبرت بك في الاول قلت لها رابور وكذا وكذا وهذا ديالتنا اصاحبي. منو منو متحدين تحنا شي مره نبينو معاونين تحنايا وتحنايا راهي اش قال لي ما نديرش انا هذه القضيه انايا. انا نهضر لك معاها. واش انت مسطي ولا مالك؟ كيفاش تهضر معاها؟ واش انت مريض؟ واش انت مريض؟ كيفاش تهضر معاها؟ واش كتصعب راسك انت؟ شو صار؟ شو صار هلا؟ ما فهمت. انا خريا من ولي نهضر لك معاه انت عندك معاه هضر معاه انت. ماشي نورمال هذا. هذا وكل شي حاجه. واش مريض ولا مالك؟ وكل شي حاجه. يا مستر حكيم رو عشيري راه ما نديرش انا هذا الاسلوب القذر ديالك. بدنا نبلش الفكره راه واش عرفتي اش قال لي؟ شوف في ليه حس تاعك؟ قال لي انا نهضر معاك انت. شو تهضر معايا يعني مني فهمان؟ واش مريض ولا مالك؟ واش مدوبه مدوبه؟ ودوبي دوبي ودابا دايبه ولا شنو؟ مدوبه. انت شكلاطه انت واش مدوبه؟ انا دويك ما يفهموهاش والله ما غيفهموها بالله ما يفهموهاش. واش مدوبه؟ واش ضارب السخون راك مفروض والله حتى غتبان نقولها لك غتبان صعب. ما تخسرش الهضره. وما كنخسر لا الهضره لا والو. دابا راه ما يفهمونا من التوزه غتبان. كيفاش قول ليها؟ وغتبان صاحبي غتبان بحال هكا غتبان بحال ميخي بحال كندوي معاك صاحبي. راك الا كنتي مدوبه سير صحه والله ضرب قهوه وجي وجي ضرب ضرب هذا ديالك هذا وخلنا نمشيو ترونكيل اصاحبي. الله يرحم لك الوالدين. وديك الهضره كتقول لي نقول ليها مزيانه تافه وسير اش كتعرف وسير لا لا ريح. مزيانه تافه وسير اش كتعرف وسير لا لا ريح عيب. وتتسحب لك اريح درع حتى يتافل اريح صاحبي كان واحد والله يتبرعوش يا مستر حكيم عيب. انا ما نكملش الا كان معايا تخينال خلاص لو سمحت. لا لا ما كان معايا ما نكملش مع واحد مستر طارق لو سمحت خليه يمشي ما كيصعب راسي مستر طارق ما فيني اركض بالكعب العالي. اه ورا مشاي الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم لك الوالدين. لا والله يرحم لك الوالدين عشان خاطري ما تعمل فيني هيك حرام. هذا اول برنامج لي ما تعمل فيني هيك. شوف انا ما نبغي نبان انا ما نبغي نبان بهذه الصوره وما نبغي نبان. شوف انا جيت من بلادي جاي عندكم وفرحان